والمهدي اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسم أبيك كاسم أبي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من ولد فاطمة ومن ولد الحسن ابن علي رضي الله عنه. ولذا عند أبي داود من حديث أم سلمة المهدي من ولد فاطمة، وجاء عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. قال ابن كثير رحمه الله كما في النهاية، قال هو محمد بن عبد الله، اسمه محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني.